أهلا بكم مشاهدينا في المناظرة اليومية. أربع جرائم قتل هزت المجتمع العربي في إسرائيل وقعت في اليومين الأخيرين. فجر السبت قتلت أزهار أبو ربيع وهي أم لأربعة أطفال خلال تواجدها في منزلها بقرية مكحول بالنقب. سبق ذلك مقتل الطفل محمد أبو هواش في رهط بنفس المنطقة والشابين شاد نجار من شاف عمرو وحمزة أبو غانم في اللد. حاليا يبحث وزير الأمن القومي تمار بن غفير مع قائد الشرطة يعقوب شبتاي تسريع عمليات التحقيق وكبح جماح جريمة المنظمة. لكن ألم يكن تسريب شبتاي نفسه الذي قال فيه إن هؤلاء هم العرب يقتلون بعضهم بعضا هو المحرك والمشجع لتكثيف عمليات القتل؟ كيف يمكن للمجتمع العربي أن يثق في جهود الشرطة التي فشلت في فك ألغاز غالبية الجرائم وبعد تصريح كهذا وصف بالعنصري؟ في نفس الوقت ألا يجب أن يراجع المجتمع العربي نفسه وثقافته السائدة لما يشهده من جرائم قتل شبه يومية وعلى أتفه الأسباب؟ ينضم إلينا في هذه المناظرة السيد أمير بدران المحامي وعضو مجلس بلدية يافا تل أبيب، بالإضافة إلى دكتور إيدي كوهين المحلل السياسي، كلاكما تنضمان إلينا من تل أبيب. أبدأ معك سيد دكتور إيدي، عندما يقول يعقوب شبتاي في أحد تسريباته أو تصريحاته المسربة قبل أيام إن هؤلاء هم العرب وهذه هي ثقافتهم ولا نستطيع وقف الجريمة، برأيك بعد تصريح كهذا أكان مفاجئا أن نرى أربع جرائم قتل في غضون 24 ساعة تقريبا في اليومين الأخيرين؟ بمعنى ألم يكن تصريحه المشجع للمجرمين لتنفيذ جرائمهم هذه برأيك؟ لا أبدا أبدا. الذي يريد أن يقتل، امبارحة واحد بدوي قتل أخته، يعني المشتبه على ما يبدو أنها جريمة، شو بيسموها، جريمة العار الشرف، أو على خلفية الشرف، على خلفية شرف صحيح. وهذا الشخص لم ينتظر تأكيد أو نفي أو إقرار. سيد العزيز، نعم، من الوهلة الأولى يعني يبدو أن هذا التصريح هو عنصري من الوهلة الأولى، لكن عندما يكون المعطيات أنه مثلا جريمة على خلفية الشرف مش موجودة في الوصف اليهودي وهذه موجودة فقط في الثقافة العربية، هل يعني أنتم العرب تريدون أن تحطوا رأسكم في الرمل وتتجاهلون المشاكل؟ ممنوع يعني تجاهل هذه المشاكل. نعم، إذا بتأخذوا المعطيات هناك جرائم أكثر أضعاف من بين الوسط، إذا بنعمل مقارنة من الوسط العربي للوسط اليهودي أكيد مش ذات الأرقام عم نتكلم. يعني لا يمكن أن تنكر. الوهلة الأولى يبدو التصريح عنصري لكنه ليس عنصري، وإذا هذا التصريح سيساعد الوسط العربي على التغلب ضد الجريمة فأحسن. سؤالي، هل سيساعد المجتمع العربي على التغلب على الجريمة أم سوف يشجع المجرمين على التمادي وتنفيذ المزيد من الجرائم؟ لأنهم عندما يستمعون المفتش العام للشرطة، أعلى سلطة في الشرطة، فاقدا للأمل في فك ألغاز الجريمة والتدخل، سيقولون سوف ننفذ المزيد من الجرائم ولن نقلق. هذا ما يقوله البعض، أنا مجرد أسأل. صحيح، صدقني ما عندي جواب. هذه مسألة يعني المختصين لازم يشوفوا. هذه علم النفس، هناك مجرمين، لا تخطئ فهمي، هناك مجرمين عند اليهود، هناك مجرمين عند جميع الثقافات والأديان والألوان وكل شيء. لكن إذا بدنا نعمل مقارنة، وهون هيدي هلا ما تقولوا كوهين عنصري كوهين عنصري، إذا بدنا نعمل مقارنة بين الوسط العربي والوسط اليهودي فينا نشوف للأسف عند الوسط العربي الجريمة، لكن في أسباب وحنحكي ما سوف ندون هلأ لماذا شو هن الأسباب؟
نعم. طيب سوف نعود لك دكتور ايدي. السيد امير سمعت ما تفضل به دكتور ايدي، كلام شبطه، هو يعترف قد يكون هو عنصري وغير عنصري، يعني صحيح انه جارح لكنه بنفس الوقت يدعو المجتمع العربي لمراجعه نفسه وثقافته وتربيته، وليس من الضروري ان نربط بين الجرائم المتزايده بالاخص الاخيره منها مع تصريحات كهذه، كل له مسبباته، ما رايك؟ اولا يعني انا لا اوافق هذا الطرح، انا اقول ان الاعتبارات هاي او التعبير بهذا الشكل هو تعبير عنصري لا يمكن ان يبرر باي شيء. واريد ان يعني اتوقف قليلا عن موضوع ما تطرق له زميلي ايدي كوهن، وهو تطرق عن موضوع المعطيات. فانا يعني قبل هذه المحاوره قد راجعت الارقام والتقارير بهذا الموضوع، واريد ان انوه على شيء لكي يعني أبطل ما طرح وكأنها هي المعطيات، وكأن الغريزة عند الشعب العربي الفلسطيني هي غريزة القتلة. فأقول لك هذا أولا، يعني إن راجعنا الأمور من سنوات 1948 حتى سنوات 2000، حتى أول سنة 2000، نسبة القتل لدينا في المجتمع العربي أقل بكثير من النسبة العامة بالبلاد. هذا معطى أول. المعطى الثاني هو أن نسبة القتل لدى المجتمع العربي بالعشرين سنة الأخرانيات، يعني من سنة 2000 لحتى اليوم، هي بالفعل أكثر بسبع مرات من نسبة القتل لدى الشعوب الفلسطينية في الضفة وفي غزة وفي الأردن. يعني إذا ممكن نحلل هذه المعطيات الثنتين نرى أن الأمور هي ليست في غريزة الشعب الفلسطيني في الداخل، بل هي مش طبيعتنا، هي طبيعة المؤسسة الحاكمة العنصرية اللي تأتي بنا بهذه النتائج. يعني إذا أخذنا هذه المعطيات وطبقناها على أرض الواقع بما نشهده في آخر 3 أشهر من الحكومة الجديدة، وهي يعني تميز بأنها يمين متطرف، ومن يترأس وزارة الأمن الداخلي هو بن غفير، هو يتطرق للموضوع وكأنه هو من يأتي ويحمي الأقليات ويحمي ويحارب العنف والجريمة في الوسط العربي. ما نشهده من أرقام مقارنة مع السنة السابقة من الحكومة التي كانت في الأمس، نرى أنه نحن على ازدياد مستمر وتضاعف رقم القتلى عند المجتمع العربي نسبة للسنة السابقة. فالأمور هي ليست كما طرحها البعض هنا، ولكن عندما نتعامل مع المعطيات كمعطيات ونقارنها أيضا في خلال هذه الحكومة مع الحكومة السابقة أو في السنوات الأخيرة منذ قيام الدولة حتى اليوم، نرى أن هذه المعطيات هي نتيجة لتعامل على الهامش مع المجتمع العربي. وحقيقة أن هناك يعني يجب أن المجتمع العربي نفسه يراجع نفسه، لأنه يعني كمان هو عنده نوع من المسؤولية فيما يجري بينه. دكتور ايدي، سمعت الطرح الذي قدمه السيد أمير، قال إن المعطيات التي تقدمها أنت وما يقوله شبتاي هو عاطل أو بالأحرى باطل ليس دقيقا، والدليل على ذلك أنه ما إذا قارنا جرائم في المجتمع العربي بإسرائيل أو المجتمع الفلسطيني بإسرائيل وقارناها مع جرائم نظرائه في الضفة وغزة وأشتات، هي أضعاف هذه الجرائم من حيث العدد، وهذا يدل أن هناك مشكلة ما في المؤسسة التي تحكمه، في تصريحاتها، في سياساتها ناحيته. ما رأيك حلو هذا الطرح؟ يعني ما بعرف إذا أضحك أم أبكي. ما علاقة وأنت قلت أول شيء، أول 60 سنة من 48 لل 2000 يعني ما كانت نسبة عالية. طب هذا ما كنت عايش تحت احتلال؟ أما مش فاهم طرحه. يعني طرحه هو الدعاء بده يعمل شيطنة للمؤسسة الإسرائيلية. هلا البدوي اللي قتل أخته اليوم عم بيسأل مين رئيس الحكومة، إذا كان من اليسار، إذا كان من بن غفير سأقتلها. يا حبيبي كلامك غير منطقي، يعني ما مش فهمانه حتى.
أستاذ هيدي التكلم الحديث هو عن هل الطبع الفلسطيني هو في غريزته قاتل، وهذا هو الجواب حينما أنت تتطرق وكأنه للمعطيات، فأنا أشير لك بالمعطيات وأنت تتهرب من هذه المعطيات. لا لا لا، ما إلنا الطبع، ما إلنا الطابع، لا أنت عم تعمل سلطة هلا. لا بدك، خلينا نحكي عن الأسباب. في كتير أسباب. أول شيء لا تنكر الثقافة، مثل ما قلنا الجرائم ضد شو اسمه على خلفيات الشرف هيدي فقط ما أن تكون مجرم، هذه ليست ثقافة، هذا هو نتيجة ممكن يكون لعدم لعدم إمكانيات، ممكن يكون لعدم تربية صحيحة، ممكن يكون لإهمال، ممكن يكون لعدة أسباب، لكن هذه ليست ثقافة. بس لا، هاي واحدة منها. طيب دكتور إيدي، لو بسط لك السؤال، هل تستطيع أن تنكر أن هناك تراكمات سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية تراكمت وتراكمت على رؤوس المجتمع العربي في الداخل ما سبب نشوء هكذا نوع من التفكير الذي يؤدي إلى جرائم على خلاف التراكمات التي تتعرض لها في مناطق أخرى؟ نعم تفضل. مزبوط، وأنا حساعدك وحقول لك الفلتان الأمني، سوء الإدارة، عدم وجود الشرطة، عدم وجود مراكز شرطة كافية. لا أنا معك، أنا معك. عنصرية تجاه مجتمع وأقلية، عدم وجود سقف لمسكن في البلاد المختلطة وغيرها، البلدان الغير معترف فيها في النقب، عدم وجود بنية تحتية صالحة، عدم وجود مستشفيات عامة في البلدان العربية، كل هذه هي مع بعضها يعني تأتي في سلة واحدة لكي تأتي في النتيجة في السطر الأخير. طبعا لنسمع دكتور إيدي تعقيبه، إلا لم نسمعه جيدا. تفضل دكتور إيدي. صحيح هناك مئات الأسباب، لكن ما تقل الاحتلال والمؤسسة العسكرية وجملة اللي قالها هذا المسكين قائد الشرطة هي السبب. في هناك العشرات من الأسباب، أسباب للمحيط للقرية، في هناك ثقافة التعامل مع الشرطة. أنا شخصيا كنت مطلع بقضية، والمرأة لا يعني كان زوج بيضرب زوجته، والمرأة قالت أنا لن أقدم شكوى ضد زوجي. هيدي كمان جزء من الثقافة. أنا كمان عشت ببلد عربي الزوجة لم تقدم شكوى مشان عيب، مشان ما بعرف شو، مشان بتخاف من الزوج. هذه هي الثقافة، لا تنكر. أنا منكم وفيكم، أنا بعرف القصة، ولذلك هيدي جزء من الثقافة. لكن إنه تقول الطابع، أنا مش موافق. الغريزة عند العرب، لا لا أنا مش موافق، هذا ليس، لكن جزء من الثقافة نعم، مش من يعني من الولادة، لا هذا تصريح عنصري ومرفوض. لكن هناك عشرات الأسباب، وأنا موافق معك. طيب سيد أمير، الآن لماذا ننظر ونسلط الضوء على كلام شابتاي قائد الشرطة؟ لأنه بتوازي مع ذلك هناك إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، الذي ورغم وصفه بالمتطرف والفاشي من قبل البعض، لأنه سواء في الغرف المغلقة أو في الاجتماعات المفتوحة يقول وبحسب ما يبدو بكل إرادة وبصدق أنه يريد محاربة الجريمة المنظمة. هذا يثبت بأن هناك وزراء، بأن هناك أقطاب من الحكومة سواء هذه الحكومة أو سابقتها تريد أن تفعل شيء. هذا يتنافى مع أفعاله، يعني الأقوال في من جهة والأفعال في جهة أخرى. يعني سأعطي مثال بسيط، يعني الحكومة السابقة، ليس أنا ليس مؤيد ولا مؤاذن للحكومة السابقة، ولكن في الحكومة السابقة كان هناك وزير أمن للداخل عمر بارليف وسوغالوفيتش، أخذوا هذا المشروع لمحاربة ومكافحة العنف والجريمة في الوسط العربي، وأقاموا خطة خماسية، خطة بعيدة الأمل المدى، وكان هناك تفاصيل مفصلة ودقيقة لهذا المشروع، وكانت هناك ميزانية لهذا المشروع، وهي موجودة على طاولة الحكومة. وما فعله الوزير الآني هو بشطبها والتعامل معها وكأنها nothing، لا شيء لا شيء.
ولذلك اليوم نحن موجودين في أزمة متراكمة متفاوتة، وهناك يعني الأعداد القتلى في المجتمع العربي بازدياد مستمر، ومع هذا يرفض الوزير بالتعامل مع ما هو موجود وما هو يعني مدروس وكان هناك ميزانية مطروحة لأجله. فلذلك يعني بين الأقوال والأفعال هناك فجوة كبيرة. ثانيا أنت تطرقت للتصريح لما قام به التصريح في المفتش العام للشرطة، وأنا أقول لك أن هذا التصريح هو ليست سهوة، هذا التصريح هو تصريح للأسف نوع من تشريش موجود عند السلطة المركزية، عند من يقود الشرطة للأسف بما يتعلق بما كيف هم ينظرون ويشهدون المجتمع العربي. هناك كانت تصريحات أخرى لمفتش عام سابق للشرطة، والمفتش العام الشرطة السابق قال بهذه العبارة أن المجتمع أن هناك تنسيق كامل ما بين الجهاز الشرطوي لبين الجهاز الشباك وهو الاستخبارات الإسرائيلية بكل ما يتعلق في العنف والجريمة في الوسط العربي، والوسط العربي يعاني من هذه المشكلة لأن هناك تغطية ودعم مباشر وغير مباشر من قبل الجهاز الشباك للعنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي. لا 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 وهذه لا الأمور صرحت فيها في القنوات المختلفة، قنوات الاتصال، الشبكات الاجتماعية، في وسائل الإعلام، وهذه ليس من جديد. لذلك يعني التطرق للموضوع وكأنها الموضوع هو غريزة الشعب الفلسطيني وهو يقتل بعضهم البعض، هذا أولا خطأ، ثانيا قراءة الخارطة بشكل مخطئ وخطأ بحق العرب. نعم دكتور إيدي، لا يخفى عليك بأن هذه الأنباء وهذه المعلومات لطالما سمعناها سواء قالها أو لم يقلها وبغض النظر عن مصدر قائلها بأن هناك نسيج خيال وهذه دعني أكمل نقطة بأن هناك أولا لأن من ناحية الشرطة تتقاعس كما يتهمونها تتقاعس عن فك الغاز الجريمة، ثانيا هناك من لهم علاقة بالشباك أو جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ولذلك ليس من مصلحة الشرطة بأن تلقي القبض عليهم، ومن أجل التغطية والتستر على هذا الأمر ترمي الموضوع إلى الثقافة أو الغريزة أو سميها ما شئت لدى العرب. ما ردك؟ أول أنا أثبتت لكم أن جزء من الثقافة هي جزء من المشكلة، عن الشغف، عن الزوجة التي تخاف أن تقدم أو تستحي تقدم شكوى، هذا جزء ما فيك تتجاهلها، بدك تتجاهلها تجاهلها، لكن ما فيك تتجاهلها. الموضوع الثاني الأكثر أهمية هو السلاح. إذا هلأ إسرائيل قالت كل من لديه سلاح ولن يعاقب يسلم سلاحه للشرطة، أنا بقول لك إياها يمكن 5% يسلمون سلاحهم، ويمكن أنا أكون كريم معك 5% فقط الوسط العربي لن يتخلى عن سلاحه هيك يعني بدون إذا مش بالقوة لن يتخلى، وهذه المشكلة رقم 2. وبعدين عندك المشكلة رقم 3 اللي شو بيسموها الإطلاق النار بالأعراس وبالجنوب شفناهم كيف بيطلقوا النار وبيصوروا حالهم، هذه هي ثقافة. نعم ليش تستحي تقولها؟ نحن بنطلق النار بالأعراس يا خلص يا بدر، نحن بنطلق النار في الأعراس والاحتفالات، هذه جزء من ثقافتكم. زميلي أدي كون، أولا اسمي أمير بدران وليس بدر. ولكن البدر هو ليس هو قريب مني فأنا أعتزل. أمير. اثنان. لا ولا يهمك. أنت يعني تعيد وتشير إلى المعطيات فسأعطيك المعطيات، ولكن أعطيك المعطيات الدقيقة وليس المعطيات الشعرية. أنت تعلم جيد. أنت تعلم جيدا أن مصدر السلاح الغير مرخص والغير قانوني الموجود والمتفشي في المجتمع العربي 70% من هذا السلاح مصدره الجيش الإسرائيلي، 70% من هذا السلاح البندقيات والفرد والمشطات والرصاص والF-16 والM-16 كل اللي بدك إياه 16 كل هدول موجودين مصدرهم من معسكرات الجيش الإسرائيلي.
من ضمنها مش معقول يعني انه 70% يعني كميات. لكن هذا هائلة، هذا يدين الدوله. لحظه سيد امير، لحظه بس خليني بس اخلص النقطه. هل يمكن، هل يعقل انه كميات هائله من السلاح تسرق من الجيش، من قوات الجيش الاسرائيلي، من دوله اسرائيل، من عظمة التكنولوجيا ام الهايتك في العالم، ليس بامكانها ان تحافظ على هذا السلاح؟ هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. سيد أمير، هل تقصد بأن الجيش يتعمد هنا تهريب السلاح من أجل أن يقتل العرب بعضهم بعضا؟ أيضا لطالما رأينا وشاهدنا كيف أن هناك عصابات عربية تقوم بتوجه لمعسكرات وسرقة السلاح منها، والمؤسسة تحارب هذا الشيء، السلطات تحارب هذا الشيء. المؤسسة لا تحارب هذا، مؤسسة الجيش الإسرائيلي لا تحارب هذا الموضوع بجدية أبدا أبدا. يعني الكميات التي نتكلم عنها هي كميات مخيفة، هي يعني أنت بحاجة لشاحنات وشاحنات وأكثر شاحنات لكي تسرق هذه الكميات. نحن لا نتكلم عن بارودة أو عن فرد أو عن فشكة، نحن نتكلم عن مئات أو عشرات الآلاف من قطع السلاح الذي مسروقة من المعسكرات الجيش، وليس هناك ساكنا من يحرك ساكنا. يعني أنا صحيح هناك مثلا البعض يعني يسرق قطعة سلاح واحدة ويبيعها في السوق السوداء، هذا صحيح، ولكن نحن لن نتطرق على هذا الموضوع. نحن نتكلم عن جريمة ممنهجة، وهناك تغطية عين ممنهجة بأن هذا السلاح نعلم من أين يأتي ونعلم لأين سيوصل، وهذا هو الموضوع بالمعطيات. لذلك إن كانت في حقيقة هناك إرادة حقيقية بأن يعني نكافح الإجرام والجريمة والعنف والسلاح، نبدأ أولا مع المؤسسة، والذي هي المؤسسة الحاكمة، والذي بحوزتها هي السلاح، وهي من يجب أن يعني تحافظ عليه، وإن كانت هناك إخفاقات فالإخفاقات عليها أولا. دكتور أدي، أريد أن أعود إلى تصريح كوبي شابتاي. الآن عندما يقول كوبي شابتاي قائد الشرطة ما قاله، ألا يجعل هذا ولا يعتذر عليه، ألا يجعل هذا المواطن العربي في إسرائيل يقول الشرطة فقدت الأمل، الشرطة لا تريد أن تفعل شيئا، وهي ما تقول ذلك بلسانها، ألا يشجع هذا العربي على النعم يذهب إلى المعسكرات ويسرق السلاح ويحتفظ به لأنه يريد أن يدافع عن نفسه، لأن الشرطة لا تدافع عنه؟ صحيح، للأسف التصريح مش موفق فيه. يعني كان لازم يقول نحن الشرطة سوف تحارب، نعم غير موفق فيه، ما في منازع. يعني بس إنه ضيفك أمير يحط كل اللوم على المؤسسة العسكرية أو أنا على ما حطيت كل اللوم أستاذ إيدي، أنا ما حطيت كل اللوم. 90% نعم لا، هذا غير صحيح. شوف، في تهريب من الأردن، من لبنان، تهريب صحيح. أسلحة يعني مش بس، حتى لو ممكن 70% من الجيش، هذا انت انه فكرك انه هذا ممنهج ومقصود، وهذا اللي شو بيسموها التآمريه، العقليه التآمريه. انا اقرا لك المعطيات، انت تترجمها، انا اقرا المعطيات. نعم، تابع دكتور ادي كلام. قراءتك غير موفقة، غير صحيحة، غير منطقية. أنت تجادل الرقم أن هناك 70%، أكثر من 70% من السلاح غير مرخص يأتي مصدره من الجيش، من الجيش الإسرائيلي. هل أنت توافقني في هذه المعطاة؟ لا أعلم. فأنا أقول لك يا حسن، هذه المعطاة شوي مبالغ الرقم، لكن هذا موضوع تاني، هذا كيفية الحد. لكن الآن ليش موضوع تاني أستاذ زيدي؟ هذا هو الموضوع. السلاح لن يعني ما بينزل من السماء، السلاح يعني له مصدر، وإن الحكومة الإسرائيلية وجيش إسرائيلي لا يهتم في هذا المصدر، وهناك تغطية عين، على أقل شيء ممكن أن نقول أن هناك تغطية عين. لكن أيضا سيد أمير، يعني هناك قانون في الكنيسة تتيح للشرطة بمداهمة المنازل، بالأخص للكشف عن السلاح غير المرخص حتى دون إذن. يعني هذه قفزة إيجابية، أليس كذلك؟ الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية وما يتعلق في الأمن الداخلي، يعني هناك تجاوزات على تجاوزات على تجاوزات باسم المحاربة ضد محاربة العنف في الجريمة والجريمة في المجتمع العربي. يعني أنا كان يعني يؤسفني أن يعني يتعاملون مع هذا الموضوع كحجة لأخذ
وصلب الحريات للمجتمع والأقليات. بما معناه يعني أولا يتعامل مع الموضوع اليوم في المجتمع العربي وكأنها نحن العرب يجب أن نحن أعداء هذه الدولة، والتعامل معنا يجب أن نكون من خلال جهاز الشباك. وهذا ليس على حد سوى مع التعامل مع الجريمة في الوسط اليهودي. والشباك هو جهاز. هذا كلام كلامكم أنتم بتقول. طيب. عزيزي أنا لا أريد شيء، أنا أقول طيب. أنا أقرأ لك الخارطة السياسية وأقرأ لك. دكتور إيدي. أقرأ لك الاقتراح مشروع القانون الذي سنوه. دكتور إيدي جملة سريعة. جواب دكتور إيدي تعقيب سريع دكتور إيدي. أنا سمعت شخصيات ونواب عرب هن اللي بيطالبوا تدخل الشباك. ولذلك لحقن الدماء يا أمير، لحقن الدماء. لماذا النموذج في بلدة مثل نتانيا وهناك كانت العصابات الإجرامية ولكن تتبع للمجتمع اليهودي وحلت الكثير من الجرائم دون تدخل الشباك؟ أشكركم، للأسف انتهى الوقت. سيد أمير بدران عضو مجلس البلدي لبلدية يافا تل أبيب ودكتور إيدي كوهين محلل سياسي كنتما معي من يافا تل أبيب، شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية المناظرة اليومية. إلى اللقاء.